المدرسه المجانيه راه هذا هو خيار ديال الدوله. المدرسه العموميه مجانيه، ولكن كنقولوا اليوم خصنا ندخلوا لو بريسكولير ما قبل الابتدائي. هذاك هو اللي كيكون الشخصيه ديال الطفل قبل ما يدخل سميتو، وهذاك خصو يكون مجاني 100% كما تكون الابتدائي مجاني 100% كما هو الحال اليوم. اذا مجانيه التعليم هذه من بين الحقوق اللي كتوفرها الدول وكتوفرها الحكومات للمجتمعات ديالها. ما كنعتقدش بان المغرب غادي يكون فيه تراجع في هذا المجال. لا التجمع هذا الشيء وضحته بشكل صريح، التجمع عنده قدره ديال التفاعل والتعامل مع كل المكونات، لان كون واحد الخصوصيه خلال التجربه ديالو ديال 40 سنه هو انه حزب اللي ما كيدخلش في الاصطدامات وكيحاول يقرب المسافات. كنظن بانه الخلاف اللي كان مع العداله والتنميه من قبل كان خلاف ايديولوجي. علاش؟ لانه حنا كنقولوا ما خصناش نخلطوا بين الدين والسياسه، ما خصناش نخلطوا ما بين الدعوي والسياسي، لانه كيقسم المجتمع وخطر على المجتمع. لكن في نفس الوقت مارسنا جميع ومارسنا حول تدبير حكومي، والجانب الايديولوجي كنظن بانه بدا كيتحسم، بدا كيتوضح. كاين هناك توابيت في البلاد خصنا اقر هذا الدستور، وكل حزب سياسي خصو يامن بانه احترامه للضوابط اللي حدد الدستور هي ضمانه للتماسك ديال المجتمع وعدم تفرقة المجتمع. حاولنا يعني كان عندنا خيارات مختلفة، ولكن داك العمل اللي قمنا به منذ 6 أشهر ديال استجوابات، ديال حلقات صغيرة، ديال المختصين، ديال الإنصات، هي اللي دفعتنا لهذا الخيار ديال هذه 5 ركائز. لأنه فين ما كتمشي كتلقى كل شيء كيأكد لك عندي مشكل، يعني داك لونغواس ديال المدرسة وشنو كتلقى المدرسة وشنو غادي تعطي كأفق المدرسة. كل شيء كيتكلم على الصحة، مستعجلات، العالم القروي يعاني. إذا هذه أشياء كترجع بقوة. التشغيل بالنسبة أساسا للشباب كيرجع بقوة، ما كاينش متجلس مع الشباب وما يطرحلكش الإشكالية ديال يعني الأفق بالنسبة للأمل ديالو ملي غيكمل قريته أو ملي غيكمل التكوين ديالو أو ما كملش، واش غادي يلقى ما يلقاش إلى آخره. المطالب ديال الشباب كقوة فين ما مشيتي كتلقاها. المسألة ديال الإقصاء، الفقر، الهشاشة والمعاناة، ما يمكنش يعني كحزب سياسي وكحكومة وكبلاد ما يمكنش تعطيها الثقل ديالها في إطار برنامج، لأنه ملي كتحل هذه المعضلة راه كتحل معضلة كبيرة بالنسبة للبلاد. أنا كنعتقد بأن غيكون تفاعل إيجابي. واش درنا ما يكفي من الاجراءات؟ ما بغيناش نكثروا الاجراءات، لان قلنا هاد الاجراءات اللي غنديروا خصها تحقق العام الاول. الا ما تحققش العام الاول سافو دير كو جبنا حوايج غير نظريه فيها وعود، ما بغيناش. كاين حوايج اخرى اللي عندنا كتدابير اضافيه ملي غادي نحققوا هادشي هذا ان شاء الله في البدايه ندوزوا لحاجه اخرى.